مساء الخير وحياكم الله. اليوم عندنا العديد من التقارير وأيضا العديد من الموضوعات. نروح لأبرز عناوين حلقة الليلة. رغم انخفاضها في الشرقية، الحوادث تتسبب في 4 وفيات و16 إصابة يوميا. تقارير تؤكد ارتفاع حالات الإصابة بإنفلونزا الخنازير بين نزيلات تأهيل جيزان. وإحصائية تؤكد أن عمل المرأة السعودية يتركز في التعليم وأنشطة الأسرة والصحة. وبتشوفون أيضا معنا في حلقة الليلة، استشاري نفسي حدد 7 قواعد رئيسية للحوار الناجح بين الآباء وأبنائهم المراهقين. والراصد يقف على المتاحف الشخصية للآثار في الأحساء، وأصحابها يطالبون هيئة السياحة بالدعم. وأكثر من 200 فنان تشكيلي يبدعون في جدارية الوطن بجدة، أكبر جدارية بالعالم. كشفت مصادر صحفية تفاصيل جديدة حول تفشي إنفلونزا الخنازير بين نزيلات التأهيل الشامل بمنطقة جازان. هذا الأمر أسفر عنه وفاة نزيلة وموظفة، كما حصلت مصادر صحفية على معلومات تفيد بوصول عدد حالات النزيلات المصابات إلى 8 حالات تم تنويمهم بمستشفى جازان، بينما غادرت حالتين المستشفى وتمت إعادتهم للتأهيل الشامل، وذلك في وضع كانوا في وضع خطر، خصوصا انهم مخالطين باقي النزيلات. وقد احجم عدد من الموظفات والعاملات عن رعاية النزيلات خوفا من انتقال العدوى. ينضم لي هاتفيا من جيزان مدير مركز التأهيل الشامل الاستاذ احمد الجباري. استاذ احمد معي؟ أستاذ أحمد الجباري معي يا شباب؟ مدير مركز التأهيل الشامل بجازان الأستاذ أحمد الجباري معي ولا ما هو موجود يا شباب؟ طيب، احنا الموضوع هذا يعني كبر بشكل كبير من خلال 24 ساعة الماضية هذه. يعني حاولنا ناخذ الموضوع من أكثر من جهة، وصلنا أخيرا لمركز التأهيل الشامل في جيزان. مدير مركز التأهيل الشامل الأستاذ أحمد الجباري أكد لنا معلومات أنه الوضع غير اللي قاعد ينشر وأنه الوضع جيد، فإحنا حاولنا ناخذه معنا. الشباب قاعدين يتواصلون مع الأستاذ أحمد الجباري مدير مركز التأهيل الشامل. إذا تكلمنا على مراكز التأهيل الشامل في المملكة، في فترة ماضية حصلت كثير من المشكلات في مراكز التأهيل الشامل سواء في الرياض أو في عدد من مناطق المملكة في الطائف. طالبوا الناس بكاميرات حفاظاً على حياة اللي موجودين جوا سواء شباب أو بنات. الآن هذا مرض مو محتاج كاميرات، محتاج يعني نظافة شوي. أحمد الجباري معي ولا مو معي يا شباب؟ أستاذ أحمد؟ أستاذ أحمد الجباري معي؟ طيب خلونا نطلع فاصل، لأنه مو لازم نطلع الموضوع آخر ثم نرجع له. نطلع فاصل عشان ناخذ أستاذ أحمد الجباري معنا وراجعين من ثاني. نتقصى الداخل.
أوراق تتكشف وأجندة تحت المجهر. الخبر بدون قيود بملفات الخبير. همساي يأتيكم في الأوقات التالية. نبراس هو مشروع وطني للوقاية من المخدرات يرتكز على البرامج التالية: برنامج التعليم الموجه للبيئة المدرسية والجامعية، برنامج الأسرة والطفل، برنامج نجوم نبراس الرياضي، برنامج الإعلام والإعلام الحديث، برنامج الأبحاث، برنامج شبكة العالمية المعلوماتية عن المخدرات، برنامج المرصد السعودي لمكافحة المخدرات، والمركز الوطني لاستشارات الإدمان. نبراس نحو مجتمع واع ووطن يكافح المخدرات. المشهد اليمني. تقدم على أرض الواقع. تتحرك الأمور بطريقة إيجابية وسوف تلمس ذلك. الأمل في الاستقرار وإعادة البناء. عدن الآن بحاجة إلى أمن. تمكنت القوات من السيطرة على قرية باب المندب. جزء كبير من هذا الجيش كان جيش عائلي وليس جيش وطني. المشهد اليمني يأتيكم في الأوقات التالية. طيب رجعنا للأستاذ أحمد الجباري من جيزان. أهلا أستاذ أحمد. مرحبا حياكم الله. حياك الله يا سيدي. الأخبار اللي تم تناقلها الآن عن مركز التأهيل الشامل في جيزان، فيك تحطنا بالصورة شو اللي صاير في مركز التأهيل؟ هل هي صحيحة ما هي صحيحة؟ الأخبار اللي صايرة حاليا هي ما هي صحيحة كما ذكرت. أيوة ليش؟ ليش مو صحيحة؟ لأنه أولاً في تاريخ 9/1437 كان موافق يوم الأربعاء. أيوة. كانت عندنا حالة موظفة. إيه. هي كانت مصابة بإنفلونزا الخنازير. ولكونها كانت مرافقة مع أمها. في المستشفى اللي هي أصلاً مصابة. ممتاز. بعد ذلك ذهبت إلى مستشفى جيزان العام للتنويم. في تاريخ 21/1437 صارت عندنا حالة اشتباه في ثلاث حالات. أربع حالات كان عندكم في 22/1 أربع حالات صح؟ أربع حالات. أي أربع نعم. مش ثلاث. أي نعم. أي. أي نعم. تم نقلوهم من مستشفى جيزان العام إلى سلك العلاج. أي. بعدين اللي صار إنهم تلقوا العلاج، واحدة منهم توفت. إيش؟ واحدة توفيت. اي حالة من الحالات توفى الله سبحانه وتعالى. وبقية الحالات يعني في حالة مؤكدة وهي الآن حالتها ثابتة، وضعها الآن ثابت ومستقر. وحالتين مات للاستشفاء ورجعت إلى المركز. طيب بالنسبة لل تفضل كمل عادي ما في مشكلة. تفضل. بالنسبة للإجراءات المتخذة، اي في الساعة الثالثة والنصف حضر مندوب الطب الوقائي من المدير العام للشؤون الصحيه منطقه جيزان. ابلغنا بان في حاله اشتباه بانفلونزا الخنازير. طيب انا في حينها قمت بابلاغ سعاده مدير عام فرع الوزاره بمنطقه جيزان الاستاذ محمد احمد معافى. ايوه. وجهني بالبقاء في المركز ومتابعه الحالات وابلاغه باي تطورات جديده تحصل اولا باول. بعدها قمت بالاتصال ب الإدارة العامة لرعاية المعوضين وتأهيلهم ووجهوني بالبقاء ومتابعة الحالة. قام هذا الأستاذ الدكتور صالح الرشيدي المشرف العام على الخدمات الطبية بالاتصال بنا ومعرفة الإجراءات اللي احنا اتخذناها. طيب من ضمن الإجراءات. ايوه تفضل كمل. من ضمن الإجراءات اللي احنا اتخذناها يعني قام سعادة مدير عام الفرع
محمد احمد معافى بالاتصال بسعادة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة جيزان. طيب في الساعة 5 مساء من نفس اليوم اللي هو يوم الثلاثاء الموافق 21/1/37 حضر فريق طبي متكامل وقام بإعطاء جميع نزيلات المركز والمرافقين لهم والعاملات والمراقبات إجراء تطعيمات يعني ضد مرض انفلونزا الخنازير. طيب هنا نوقف بس تسمح لي نوقف. احنا نتكلم عن في وحدة الآن في مستشفى جيزان العام عندها إصابة بإنفلونزا الخنازير صح؟ اي نعم واحد. طيب نعم واحد فقط اللي هي حالة ثابتة طبيا يعني. الإجراءات اللي قمت فيها أنت بعد ما صار الموضوع هذا جدا جميلة وجدا يعني ممتازة، لكن اللي معروف إن إنفلونزا الخنازير أنها تكون في بيئة تكون ما هي نظيفة. المرض ما جانا من ما كان من المركز نفسه، المرض موجود لنا من برا. جاكم من برا يعني جاكم من واحدة من الزائرات. اي نعم اي نعم من برا ما كان في المركز يعني. يعني شلون جاتكم ساعتين وعدت الناس ومشت ولا كيف؟ لا لا المرض المرض نقلته لنا احدى الموظفات في المركز يعني. طيب أقول لك اللي واصلنا انه الطاقم الطبي عندكم الان والممرضات وايضا الخادمات للبنات اللي في 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 مستشفى تأهيل الشامل في جيزان الان مضربين على العمل ما يحضرون، صحيح ولا لا؟ الكلام هذا ما له اي اساس من الصحه. انا اتمنى من الصحفي اللي كتب الكلام هذا انه اجى ونقل الواقع بصوره دقيقه يعني تكون صوره واقعيه. يعني هذا ما حصل. مستوى الغياب عندكم استاذ احمد هل تقول انه طبيعي ولا غير طبيعي؟ الو ها اقول لك مستوى الغياب طبيعي او غير طبيعي الان عندكم؟ لا لا ما في مستوى غياب يعني مستوى الغياب طبيعي يعني. اها طيب ما في يعني اي غياب، الجميع قاعد يمارس دوره. والحقيقه وزاره الشؤون الاجتماعيه مهتمه بشكل كبير جدا بالنزلاء، ومعالي الوزير متابعنا بشكل يومي ويوميا يتصل علينا ويوميا يرسل لنا كل شيء. طيب استاذ يعني احمد اذا سالتك الان عن الحاله الطبيه عموما في مركز التاهيل الشامل في جيزان، هل تطمن الناس على عيالهم اللي جوا او يسحبون عيالهم؟ انا ادعوكم لزياره المركز والاطمئنان بانفسكم والنظر. بكره عبد الله الفيفي بيكون عندك في المركز باذن الله. اوكي حياها الله ويا هلا ابو، اتمنى انه ينقل الصوره الحقيقيه الواقع على المركز يعني. او بينقل اللي انتم تنقلونه لو اللي تورونه اياه بالمركز ايضا. شكرا لك استاذ احمد، اشكر هذا الظهور رغم انه يعني كان فيه اخذ ورد في الطلعه، لكن اكون لك شاكر على هذه الشجاعه. اتمنى دائما تكون معنا استاذ احمد وانت بصحه وسلامه، وايضا النزل اللي عندك يا سيدي. أنا تحت أمرك يا عزيز يعني أنا يجب أن نشكر معالي وزير الشؤون الاجتماعية. يستاهل الشكر إذا كان هذا الحرص صراحة من عندنا. شكرا أستاذ أحمد الجباري، شكرا لك، يعطيك العافية. إذا بكرة نتكلم عن إن شاء الله مركز التأهيل الشامل من الداخل، بيزوره عبد الله الفيفي مراسلنا في جيزان، ونحطكم أيضا نحط الجميع في صورة عشان عيالهم وبناتهم اللي داخل مركز التأهيل الشامل في جيزان. إلى موضوعنا الآخر، كشفت إحصائية أعلنتها إدارة المرور في المنطقة الشرقية انخفاض نسبة الحوادث المرورية للمركبات داخل المدن في المنطقة إلى نحو 9% العام الماضي، على الرغم من انخفاض معدلات الحوادث على مدار العام إلا أن الأرقام ترى ما تزال مرتفعة. طيب المركبات داخل المدن في المنطقة الشرقية إلى نحو 9% في العام الماضي بواقع 3900 حادث مروري، مقارنة بأرقام الأعوام السابقة التي سجلت نحو 4100 حادث. واحتلت محافظة الأحساء المرتبة الأولى في نسبة حوادث الوفيات والإصابات البليغة، تلتها محافظة حفر الباطن فالدمام. وانعكس انخفاض نسبة الحوادث في المنطقة الشرقية على انخفاض نسبة الوفيات إلى 18% بحسب إحصاءات إدارة المرور، وعلى الرغم من انخفاض معدلات الحوادث على مدار العام إلا أن الأرقام ما زالت مرتفعة، ففي كل يوم يقع 11 حادث جسيم يخلف 3 وفيات و16 إصابة بليغة. يذكر أن عدد السيارات في المنطقة الشرقية يقدر ب3 ملايين سيارة، تشكل ما نسبته 19% من إجمالي عدد المركبات. للحديث أكثر عن هذا الموضوع معي من الدمام المهندس سلطان الزهراني، أمين عام لجنة السلامة المرورية بالدمام. أهلا مهندس. مرحبا أخ عبد
عبد الله وشاكر للقناة الإخبارية وبرنامج الراصد لاستضافتي. يعطيك العافية. انخفاض الحوادث المرورية في المنطقة الشرقية عن المناطق المملكة يعني لها أسباب، ممكن تحطنا في صورة الأسباب هذه نعرفها؟ ليش أهل الشرقية ما عندهم حوادث كثير مقارنة في الرياض ولا في المنطقة الغربية؟ أنا ما أعتقد ما في منطقة عندنا ما يوجد فيها حوادث. حوادث الوفيات في المملكة العربية السعودية بشكل عام تشكل هاجس لكل شخص في هذا البلد، ابتداء من القيادة العليا إلى أصغر شخص فينا، ولا يوجد منزل إلا وقد عانى من حادث مروري. المنطقة الشرقية تحظى باهتمام كبير من لدن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف، حيث تم إنشاء لجنة للسلامة المرورية بالمنطقة الشرقية برئاسة سموه، ونحظى باهتمام في مجال السلامة المرورية من القيادة في المنطقة الشرقية خاصة، واهتمام من جميع القيادات التي تتعلق بالسلامة المرورية سواء في الضبط المروري أو في الجهات الأخرى بما يتعلق بالسلامة المرورية. والحمد لله بدأنا بإعداد استراتيجية نعمل الآن على تنفيذها فيما يتعلق بالسلامة المرورية. طيب انا تراني اقول انخفاض الحوادث المروريه في المنطقه الشرقيه ترى مقارنه بالمناطق الاخرى، ولا ترى 4 وفيات يوميا، 16 حاله يعني بعضهم اعاقات وكذا، فهذا القصد انه اقل هي، بس مع انه يوميا عندنا 4 حالات وفيات. اذا جيت انا وعممت الموضوع هذا استاذ سلطان على المملكه العربيه السعوديه، رغم كل الحملات اللي تصير والغرامات والعقوبات اللي تصير على اللي يركبون سيارات بسرعة جنونية، إلا أنه الحوادث لا زالت عالية. أنا أتفق معك يعني فيما يتعلق بالحوادث، الحوادث المرورية ترتفع لأنه عندنا عدة أسباب لارتفاع الحوادث، ولكن عشان نحقق سلامة مرورية يجب أن نعمل على تنسيق كل ما يتعلق بالسلامة المرورية في جميع النواحي، ليس فقط الضبط المروري المكلف في جهات الضبط المروري، ولكن عندنا الهندسة المرورية المتعلقة بالطرق، عندنا التعليم والتوعية وخصوصا متعلقة بالشباب، عندنا إسعاف المصاب في الحادث قبل وصوله للمستشفى. جميع العوامل هذه تؤدي إلى الوفاة وكثرة الوفاة. أنا أقول أنه في المنطقة الشرقية استطعنا أن نحقق بعض الجهود بتضافرها من جميع الجهات المعنية بهذه الأربع محاور، وأستطيع أن أشير إلى مؤشر الأداء لهذا العام إذا كان ممكن أقدر أوريه على الشاشة. بالنسبة للحوادث الجسيمة في المنطقة الشرقية حققنا في 1430 مقارنة ب 1435 حوادث جسيمة، انخفاض بنسبة 4.4%. فيما حققنا بالنسبة لعدد الإصابات البليغة ما نسبته حوالي 7.8%، وهذا يعود إلى ما يلاحظ في الشريحة من في الأسفل أن هناك ضبط مروري من جميع الجهات المعنية بالضبط المروري، سواء المرور أو الدوريات الأمنية أو أمن الطرق. وارتفعت عدد المخالفات، معنى أنه ارتفع الضبط المروري في المنطقة الشرقية. لكن أعيد وأكرر نفس ما قلت، يعني مهما حققنا من انخفاض في عدد الوفيات، فإنه الأرقام كما عالية، كما يكرر صاحب السمو الملك الأمير سعود بن نايف، أنه حتى لو وفاة واحدة كثيرة بالنسبة لنا. صحيح. طيب عندكم أنتوا استراتيجية مرورية، إيش تهدف للاستراتيجية هذه؟ وش هدفها؟ كم سنة هدف الاستراتيجية هذه؟ طبعا عندنا استراتيجية للسلامة المرورية للمنطقة الشرقية تم اعتمادها من صاحب السمو الملكي الأمير نايف الله يرحمه، اعتمدت قبل 3 سنوات، مدتها الاستراتيجية 10 سنوات، لها خطة تنفيذية كل 5 سنوات. طيب. وهذه الاستراتيجية تقوم بإدارتها شركة أرامكو السعودية، ولكن التنفيذ يقع على عاتق الجهات الحكومية في جميع المحاور المتعلقة بالسلامة المرورية، سواء في الضبط المروري أو الهندسة أو التعليم والتوعية أو كذلك الإسعافات في حالات الطوارئ. طيب أنتم من خلال دراساتكم يعني وعملكم في الشارع في الميدان، كيف ممكن نخلي يعني المنطقة الشرقية أو حتى أغلب مناطق المملكة نخلي شوارعنا بدون 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 وفيات؟ إحنا قاعد ينزف منا دم يوميا، كيف ممكن نوقف النزف هذا؟
أنا أقدر أقول لك إذا طبعاً حللنا أسباب الحوادث في المنطقة الشرقية، وأعتقد أنها لا 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 تختلف عن مناطق المملكة العربية السعودية الأخرى. نجد أن أول شيء الفئات العمرية، إذا أقدر أشوف أوريكم الشريحة هذه، الفئات العمرية للمتوفين يوضح هنا أنه في سن 30 وأقل أكثر من 60%. هذا النزف الحقيقي صراحة، هذا الحقيقي بالنسبة للوفيات. نجد أن المتوفين في سن 30 وما دون أكثر من 60%. ولو لاحظنا على بالنسبة لأسباب الحوادث، نجد أنه هناك أسباب لوقوع الحوادث هذه. أولا أسباب الرئيسية ممكن نشوفها هنا في الشريحة هذه، الانحراف المفاجئ رقم واحد سبب للحوادث، ثم يأتي بعده استخدام الجوال، ثم مخالفة الأفضلية، ثم الانشغال عن القيادة. هذه أسباب الحوادث بشكل كبير. ولو راجعنا عن أنواع الحوادث الرئيسية في المنطقة الشرقية، وأنا متأكد أنها لا تختلف عن أجزاء المملكة الأخرى، نجد أن صدم مركبة متحركة يعد السبب الرئيسي، ثم انقلاب مركبة، ثم الدهس، ثم يعني العوامل الأخرى. احنا نتكلم عن نزف يومي، هذا كيف ممكن نوقفه؟ ما جاوبتني عليه. احنا الان يعني قاعدين نستخدم جوالات، وقاعدين نسرع، وقاعدين سيارات احيانا تكون كفراتها تعبانه، ويعني في اسباب كبيره جدا، كيف احنا ممكن نوقف هالنزف؟ طيب انا لو قلنا اي حادث، المثلث حق الحادث هي المركبه والسائق والطريق. 85% الى 90% السبب الرئيسي هو السائق، بالطبع مهما يكون الطريق ومهما تكون حالة السيارة. صحيح. نعم ندعو بطرق ممتازة، وطرقنا أعتقد أنها من أحسن الطرق في المملكة، تحتاج إلى بعض وسائل السلامة. أما المركبة فهي مسؤولية السائق، ولهذا يعزى. إذن السائق يعني هو السبب الرئيسي في وقوع الحادث، وقد تم تحدينا بأنه لازم نرفع ثقافتنا، ثقافة السائق وتوعيته. ولكن نفس السائق هذا عندما يعبر حدودنا إلى دولة مجاورة كالإمارات أو البحرين أو حتى يذهب إلى أوروبا، نجده ملتزم بجميع قوانين السلامة. إذا انقصنا في بلدنا هذا الالتزام بجميع قوانين القيادة الآمنة والانضباط، وأتمنى إنه الجميع ينضبطون، وأنا متأكد إنه حنحقق نتيجة. وأقدر أقول لك مثال، أنت أبحث عن الإشارات التي يوجد عليها نظام ساهر، تجد الناس منضبطين. صحيح. واذهب إلى الإشارات التي لا يوجد عليها ساهر، تجد من يقطعها بعد ما تتحول إلى اللون الأحمر، تلقى أقل شيء 10 سيارات تقطع الإشارة الحمراء. طيب. وينطبق كذلك على السرعة. صحيح. المناطق التي يوجد فيها ضبط للسرعة يعني تقل فيها الحوادث، في حين الطرق والأماكن التي لا يوجد فيها ضبط للسرعة تكثر فيها الانضباط. طيب. أنا أعزو كذلك، أنا أتكلم بكل أريحية، وأنه القوانين لا زالت في المملكة العربية السعودية قوانين الضبط ضعيفة جدا. طيب. وأتمنى أن الجهات المشرعة أنها ترفع من هذه الضوابط. طيب. وأقدر نستطيع إذا لا نريد. صحيح. أن نزيد على كاهل المواطن من رفع القيمة للمخالفات، نستعين عنها بالتوقيف المخالف وحجز المركبة. طيب. وأتمنى أنه نشرع في هذا. طيب. إن شاء الله. المهندس السلطان الزهراني، أمين عام لجنة السلامة المرورية من الدمام، شكرا لك. نتمنى هذا التصدر يستمر للمنطقة الشرقية وكل مناطق المملكة إن شاء الله، ولكن بدون وفيات بإذن الله. شكرا لك. إنه المنطقة الشرقية قبل 3 سنوات أو 4 سنوات كانت المنطقة الثانية في المملكة من حيث عدد الوفيات والإصابات. طيب. الآن حسب تقرير الإدارة العامة للمرور، المنطقة الشرقية تتصدر المملكة في خفض عدد الإصابات والوفيات. وأنا أشكر كل الذي يعني قاموا بالجهود في خفض هذا العدد. شكرا مهندس. أنا أشكر قناتكم الإخبارية. شكرا. ولك عبد الله على استضافتي، وشكرا لكم. شكرا لك مهندس سلطان الزهراني. شكرا لك. يعطيكم العافية، وإن شاء الله نشوف أرقام أيضا جيدة لعدد من مناطق المملكة بدون وفيات بإذن الله. طيب، إلى الطائف، حيث ألقت شرطة الطائف القبض على طالب طعن معلمه غدرا بسكين في كتفه أثناء الحصة المدرسية بمتوسطة الإمام أبي حنيفة، وهرب من الموقع.
استغل الطالب التفاف المعلم أثناء انهماكه في كتابة معلومات عن مادة الدين على السبورة، هذا كان في الصف الأول متوسط، ليتحرك الطالب من موقعه بالصف ويهاجم المعلم غدرا بسكين وينفذ طعنتين في كتف معلم ليسقط متأثرا بإصابته داخل الفصل، في حين لاذى الطلاب بالفرار من المدرسة وجرى إسعاف المعلم. ألقى الشرطة القبض على الطالب للتحقق والتحقيق معه لمعرفة أسباب الاعتداء. تحقق إيش؟ واحد يطعن معلم. طيب، طعنت أيضا فتاة والدها الستيني، وقامت أيضا بعد ما طعنت أبوها بإلقاء نفسها من الطابق الثاني بمنزلها، هذا كان في الطائف، هذا أصابها بإصابات ورضوض نقلت على إثرها للمستشفى. الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد عاطل القرشي قال إن مركز الشرطة بالمحافظة بشرطة تلقى بلاغ فور وصول الفرقة، اتضح أن الفتاة أقدمت على طعن والدها البالغ من العمر 60 سنة وطعنته في صدره، ثم حاولت بعد ذلك إيذاء نفسها بالقفز من الدور الثاني، مبينا أن تم نقل الفتاة ووالدها للمستشفى وحالتهما مستقرة، وتمت إحالة القضية إلى جهات الاختصاص. كشف صندوق تنمية الموارد البشرية هدف عن توفر 40,000 وظيفة للباحثين عن عمل في القطاع الخاص، وأوضح نائب مدير عام هدف الدكتور منصور المنصور أن بإمكان الباحثين عن العمل التقدم لهم من خلال مراكز نطاقات وفروع الصندوق المنتشرة في مناطق ومحافظات المملكة لمعرفة هذه الوظائف والتقدم عليها. أربعين ألف وظيفة جيد، في شاب بينكم وبينه مشكلة حلوها الحين، والأربعين وظيفة متلاحقين فيها صندوق تنمية الموارد البشرية ووزارة العمل أيضا. خلونا نروح فاصل عشان ما يزعلون منه ونرجع من ثاني. المشهد اليمني. تقدم على أرض الواقع. تتحرك الأمور بطريقة إيجابية وسوف تلمس ذلك. الأمل في الاستقرار وإعادة البناء. عدن الآن بحاجة إلى أمن. تمكنت القوات من السيطرة على قرية باب المندب. جزء كبير من هذا الجيش كان جيش عائلي وليس جيش وطني. المشهد اليمني يأتيكم في الأوقات التالية. توزعت القوة العاملة النسائية السعودية على 3 أنشطة رئيسية بنسب متفاوتة، تصدرتها وظائف التعليم بمعدل 2 من بين كل 5 موظفات، بعدين تلاها أنشطة الأسر المعيشية، بعدها المركز الثالث كان للصحة. وأوضح تقرير أصدرته مصلحة الإحصاءات العامة عن القوة العاملة في المملكة أن 41% من إجمالي القوة العاملة النسائية تعمل بالتعليم، بينما شغلت 38% أنشطة الأسر المعيشية، بعدين ما تجاوز أنشطة النساء في الصحة 10% من الوظائف النسائية في المملكة. وبينت الأرقام غياب المرأة السعودية التام عن 3 أنشطة هي إمدادات الكهرباء والغاز وإمدادات المياه والمنظمات والهيئات الأجنبية، بينما كان حضورها ضئيل في أنشطة أخرى كالتشييد وأنظمة الإقامة والخدمات الغذائية والعقارية والتقنية بنسبة لم تتجاوز 3%. ومعي عبر الهاتف الأستاذة شيرين العبد الرحمن، عضو المجلس التنفيذي لمجلس شابات الأعمال. أهلا أستاذة شيرين. ألو. هلا، حياك الله. أهلا، حياك الله. نتكلم عن نسبة تجاوزت 40% قاعدين يشتغلون بالتعليم،
باقي الأنشطة قاعدين العنصر النسائي يغيبون عنها أو يعني يكونون مهم موجودين أبدا، شو سبب برايك؟ ممكن نتكلم إحنا على مجالات الأعمال والأشياء المتاحة والعوائق اللي قاعدة تصادف شابات الأعمال بشكل عام في المملكة العربية السعودية. إحنا نعرف إنه إلى 2006 كانت بعض المشاريع تقتصر فقط على الرجال، وبعد 2006 أتيحت المجال فيها للسيدات، منها كانت المقاولات، التعقيب والعقار. تنوع المجالات طبعا فعلا هو ممكن احنا قاعدين نشوف بشكل عام انه متمركز في التعليم، لكن في مجالات اخرى كثيره دخلت فيها الشابات، وفي محاولات لاثبات الوجود يعني في المجتمع الساحه في مجال الاعمال في المملكه. طيب احنا نقول انه في تحسن صحيح زي ما قلت انه من 2006 صار في تحسن كبير في جانب عمل المرأة في أغلب الأماكن، بس أنا ودي أعرف إيش المعوقات اللي ممكن تعوق عمل المرأة في كثير من المجالات. طبعا شوف بالنسبة للمعوقات، معوقات متعددة تختلف حسب خبرة الشخص، تختلف حسب المنطقة، تختلف حسب الفئة العمرية حتى للشابة. لو بنختصر أو نبرز بعض المشاكل اللي قاعدة تواجه البنات، ممكن تكون المشكلة الأولى هي مشكلة التمويل. الكثير من الجهات يمكن يكون في عندها تحفظ على موضوع تمويل الفتيات أو اشتراطات معينة على أساس يتم من خلالها التمويل وبحدود مبالغ معينة، وبعض الجهات كانت وما زالت تشترط تفرغ الشخص، وهذا الشيء يعني يشترك فيه العائق هذا سواء الفتيات أو الشباب. ممكن تكون في مشكلة في العمالة، أنا ممكن تجي في بالي فكرة مشروع معين، لما أبدأ وأسس وأسس السجل التجاري أجي على أرض الواقع أنا ما عندي عمالة، أنا مجبرة بنسبة استعودة معينة. طيب وين استعودة اللي راح تتوظف في المشروع الصغير بالراتب المتواضع اللي أنا راح أقدر وأوصرة للموظف السعودي؟ ما عليك أستاذة شيرين، يعني بالنسبة للسعودة الأمور طيبة، بيتوظفون مع لا تشيلين همهم أبدا. سؤالي عن العقار، العقار يعني قطاع أغلب النساء يعني يشتغلون فيه، يعني محتاجين العقار، تبي تشتري أو تبي تستأجر أو كذا، في نسبة كبيرة غياب في العقار، ليش هالنسبة كبيرة مع أنه الحاجة أيضا كبيرة في هالمجال؟ توجه السيدات في العقار بيتك. إيه صح، ما عندي إجابة. مالك بالعقار؟ مالي بالعقار صراحة. طيب إن شاء الله نشوفك تاجرة قريب يعني في العقار. الأستاذة شيرين العبد الرحمن عضو المجلس التنفيذي لمجلس شابات الأعمال، شكرا لك، أشكر هذا التواجد والحضور يا أستاذة شيرين. استشاري الطب النفسي للأطفال والمراهقين في كلية الطب بجامعة الملك خالد الدكتور موسى آل زعلة 7 قواعد رئيسية لعمل حوار ناجح وفعال بين الآباء وأبنائهم المراهقين لتحقيق أفضل النتائج التربوية والتقويمية. تتركز القواعد على بناء علاقة تربوية إيجابية ومتينة مع الأبناء والإنصات لهم جيداً وتحقيق الخصوصية أثناء الحوار معهم، إضافة إلى الوصول إلى اتفاق يرضي الطرفين من خلال التعرف على احتياجات الطرف الآخر واستخدام قواعد التدعيم للأسلوب الإيجابي، وأخيرا احترام المراهق. وتتلخص هذه القواعد فيما يلي، تتلخص هذه القواعد في بناء علاقة، هذا بناء على ما وصل الدكتور، علاقة تربوية إيجابية. كل ما كانت العلاقة إيجابية ومتينة كانت أكثر فاعلية، وكان الوالدين أكثر قدرة على التأثير. المهارة الثانية مهارة الإنصات، من المهم أن نسمع ونظهر الاهتمام بجميع الجوارح وبالتواصل البصري وتعابير الوجه ولغة الجسد، لأن هذا الأمر يشجع المراهق على الإقبال على الحوار. أيضا النقطة الثالثة كانت خصوصية الحوار، مهم أن يكون الحوار مع المراهق في مكان خاص يحفظ له خصوصيته وأيضا كرامته وعدم الاطلاع عليه حتى بعد الحوار، وفي ذلك كسب لقلبه، لأن المراهق عنده حساسية من الانتقاد العلني بشكل كبير جدا. النقطة الرابعة كانت قاعدة الكل يربح،
قاعدة الكل يربح، يعني الحرص على اتفاقات ترضي جميع الأطراف في أي حوار كان، مهما كان يتنازل المراهق من جهة والوالدين أيضا من جهة أخرى عن بعض شروطهم وطلباتهم للوصول لحلول وسطية، وعشان ما نخسر هذا المراهق. أيضا النقطة الخامسة، انطلاق الحوار من احتياج الطرف الآخر اللي هو المراهق ومراعاة شخصيته، لأنه ما هم من الحكمة فرض آراء الوالدين ورفض احتياجات المراهق كليا. النقطة السادسة، استخدام قواعد تدعيم للأسلوب الإيجابي مثل ذكر السلوك الإيجابي للمراهق خلال الحوار، كاستخدام قاعدة الساندويتش الرغيف هو المدح والثناء هو الحشو، والملاحظات والطريقة بالبدء في ذكر الإيجابيات وبعدها ذكر الملاحظات والانتهاء بمثل ما تم الابتداء به من ذكر الإيجابيات عشان نكسب أكثر. وأيضا آخر نقطة كانت احترام المراهق والابتعاد عن الانتقاص من آرائه والاستماع له والاهتمام بشخصيته وسلوكه مهما كانت خاطئة، عدم مقاومته عبر سلطة الوالدين والمجتمع، والابتعاد عن الألفاظ الجارحة لسرعة الوصول إلى قلبه وأفكاره. طيب، هو كان معنا الدكتور، كان معنا الدكتور صاحب الدراسة من جامعة الملك خالد، كنا حريصين على أن نتواصل إحنا وياه يشرحنا النقاط السبعة هذه، إحنا حريصين أن نظهر في هذا الموضوع أيضا ثاني مرة للوصول لأسر المراهقين والحديث عن هذا الجانب المهم جدا عند كثير من الأسر. تعاني شرائح المجتمع، شرائح كبيرة من المجتمع، من نقص حاد في معرفة الحقوق والواجبات اللي لهم أو عليهم، واللي تشكل العلاقة بينهم وبين مؤسسات الدولة المختلفة. يزداد النقص كلما اقترب الوعي في النواحي القانونية والقضائية، ما يجعل تفويت الحقوق أمر شائع، كما يجعل الالتزام بالواجبات أمر غائب يعرضهم إلى العقوبات المنصوص عليها. أكد قانونيون أن الجهل في القوانين سمة عامة في المجتمع السعودي، لأنهم يرون أن في وعي متزايد بدأ يظهر في المجتمع خصوصا لدى شريحة المتعلمين، مطالبين مؤسسات الدولة والجهات الحقوقية ببذل الجهد في تعريف المواطنين بحقوقهم وواجباتهم. منطقة الأحساء من المناطق السياحية في المملكة اللي تحظى باهتمام السياح من داخل وخارج المملكة منذ القدم، مو جديد، ويعمل عدد من أهالي المنطقة في إحياء التراث في متاحف خاصة فيهم تفتح أبوابهم للزوار يوميا. إلا أن أصحاب هذه المتاحف الخاصة يشتكون من ضعف دعم واهتمام الجهات ذات الاختصاص بمتاحفهم. عشان نعرف القصة هذه كاملة، أيمن الزهراني راح الحسا وجاب لنا هذا التقرير، راجعين نتكلم فيه من ثاني. كان جزءا من حياة أجدادنا، واليوم هو تراث نعتز به يمثل هويتنا البسيطة التي كانت تمثل تفاصيل حياتهم الجميلة. متحف خالد البعبيد في الأحساء هو جزءا من بيته الذي يعيش فيه، يمثل 50% منه، وهو مرخص من هيئة السياحة والآثار. المتحف يضم الكثير من القطع التراثية النادرة التي تأخذنا إلى جمال ذلك الماضي البسيط. أول ما جمعت هي طبعاً دلة رسلان كبداية، يعني زين، تطورت الفكرة وامتدت وكبرت حتى ما صار مثل ما أنتم شايفين اليوم. طبعاً متحف مرخص من هيئة السياحة والتراث، زين، متحف تقريباً يعني خذ نص منزلي من بالكامل. المتحف هذا طبعاً هي كبداية هي هواية وحب للتراث الأباء والأجداد. امتدت هذه الهواية طبعا
حتى يعني كبرت وتنمت وصارت ما انتم شايفين اليوم. طبعا المتحف اللي انتم فيه اليوم تكون من تقريبا 16 موقع، زين، يشمل الموقع الاول طبعا يشمل المجلس القديم، مجلس الحساوي القديم المتعارف عليه في المنطقه الشرقيه وفي منطقه الاحساء. طبعا المجلس يحتوي على اشياء كثيره، زين، يعني ادوات المجلس منها الدلال، المحاميس، النجور، وفي ركن حق البقاله القديمه والدكان القديم اللي كان يباع فيه كل ادوات المنزل، وكل شيء كان بالوزن، ما في اي حاجه طبعا علامه تجاريه او اي حاجه، كان كل شيء بدائي. ويتكون برضو الموقع الثالث من خباز، والموقع الرابع يتكون من اللي هو الحداد اللي يصنع ادوات اللي هو الزراعه، وفي موقع اللي هو الصفار، فكلها الحرف ذي الصفار والخباز والخراز والقطان والحلاق، كل هذه حرف شعبيه كانت تستخدم من الاباء. طبعا المراه اللي كانت تصنع المنسوجات، اللي كانت تصنع الاشياء الخصيه اللي هو يسمونها المهفه والاشياء، كيف كانت المراه يعني شاركت في حضاره وفي اشياء تراثيه ما هي بسيطه ترى، وقد يمكن تتفوق على 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 الرجل في بعض الامور. هيئة السياحة والآثار لها دور في تفعيل تلك المتاحف، لكن أصحاب تلك المتاحف يأملون المزيد من الدعم لهم. يعني أنا أقول لهيئة السياحة يكفي، يعني خلاص أصحاب المتاحف، هذه رسالة من أصحاب المتاحف عنهم كلهم، وأنا أيضا أقول لهم يعني خلاص، يعني إلى متى يعني إحنا تعبنا الصراحة. أنا شيء يعني أنت أعطيتني تصريح، إيش بيسوي، إيش بيقدم لي التصريح؟ إحنا نبقى الدعم، نبغى ان الناس يحسون انهم جالسين ويانا يعني يشتغلون. بس عندي ثلج باربعه. ليش باربعه يا اخوي؟ الثلج غالي الايام ذي. اقول تعطيني بريالين. لا ما اعطيك بريالين، خل ثلجك لك. ايه جرحين بقلبي ولا فضيحتي بين الناس. من متحف خالد ابو عبيد بالحسه، ايمن الزهراني الاخباريه. أيمن، خلاص يعني كل يوم والثاني قاعد يقولنا برجع الحسا، يعني جد كريمين أهل الحسا، راح لهم أيمن جلس عندهم فترة ما بغى يرجع لنا. البيوت الحساوية القديمة، في كلام أيضا وهذا اللي أنا بسأل عنه، كثير من أهل الحسا في بيوت كثير فيها النساء قاعدة تحفظ التراث أيضا أكثر من بعض الرجال اللي مهتمين بهالجانب. للحديث عن هذا الموضوع معي من الدمام منسق الرحلات السياحية محمد الخضيري. اهلا اخوي محمد. اهلا وسهلا، حياك الله اخوي عبد الله. سحبت ولدنا ايمن وخلاص ما عاد بيرجع لنا شكله. نتشرف فيه. طيب محمد، يعني انتم شغالين في 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 جانب التنسيق لبعض الرحلات السياحيه اللي تروح بيوتات الحسا والاماكن الحلوه اللي بالحسا، هل انتم تودون الناس اللي يبغون يزورون البيوت هذه، تودونهم للبيوت ولا بس تودونهم للمعالم الكبيره اللي في في, في المحافظه؟ لا، احنا عندنا عده رحلات وعندنا عده تنسيقات. اللي يحب يروح يزور هذه نوديه، واللي يحب يزور الاماكن العامه نوديه، لكن احنا نستخدم في رحلاتنا جميع الانواع، بحيث ان اللي يجينا زائر او سائح لا يخرج من الحسا الا وهو منبهر من التاريخ والحضاره الموجوده فيها. ونحرص كثير الحرص على زياره الاهالي، لان هذا هم الحياه للاحساء. اي هذا هو يعني ترى. نعم. المعالم والأماكن ممكن يزورها أي واحد ويعرفها ويشوفها. نعم. باللوحات اللي موجودة في الحسا، ولكن بيوتات الحسا الكبيرة وبيوتات الحسا اللي فيها تاريخ واللي فيها ماضي، هذه اللي تحسسك أنه أنت موجود صحيح في الحسا، ولست أمام بنيان ولا أمام جبل ولا أمام، ولكن أنت موجود أمام أهل المدينة نفسهم. طيب إذا تكلمنا على المرأة الحساوية في 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 جانب حفظ التراث والحفاظ عليه، صحيح انه في 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 نساء واجد عندهم الهوايه هذه في الحسا؟ اوه تقريبا اغلب اهالي الحسا او امهات الاحساء القدامى محافظين على هالتراث، اي مهرجان، اي مشاركه، اي فعاليه تجدهم من اول من يشاركون سواء في الاحساء او خارج الاحساء. الهدف منه اظهار هذا الحب للتراث الاحسائي. المتاحف الشخصيه، نتكلم على المتاحف اللي فيها نساء كبيرات، ايضا تسوي لهم رحلات يزورون النساء هذول ببيوتهم؟ طبعا احنا تقريبا الاسبوع الماضي كانت عندنا رحله كلها نساء. وزاروهم واستمتعوا معهم وخرجوا وشافوهم وشافوا من والى، فاطلعوا بطابع جدا ثري.
وش اللي يحتاجونه فرضا اصحاب المتاحف اذا تكلمنا على الجانبين الرجال او النساء، ايش اللي يحتاجونه بشكل كبير جدا عشان يعني يمشون في هالجانب وايضا يتطور اكثر؟ شوف يا استاذ، الاحتياجات كثيره ولا شك فيها، ولكن من اهم الاحتياجات انا في نظري او في اعتقادي كمنسق رحلات التسويق اهم حتى من المبالغ. لما نتسوق راح يجي زباين وراح ان شاء الله يقدر انه يبني هذا المتحف، والناحيه الثانيه بيكون الدعم المادي. هذا هما اساسين التسويق لهما، انه يظهرونه بالدفع المالي وايضا بالتسويق انهم يحثون الناس على زيارتهم. هذا اهم من الدعم. طيب تفضل كمل. وايضا الدعم اللي صاير وتسوي هيئه السياحه مشكوره، اللي هم مشاركتهم في الفعاليات، تعمل لهم ندوات، تعمل لهم ورش عمل، تخليهم يتبادلون الخبرات بين انحاء المملكه وخارج المملكه. فهذا الدعم لهم. احنا نتكلم عن البيوت هذه يعني مفتوحه طول السنه، مو لها وقت ومهرجان، وهي موجوده طول السنه وعلى مدار العام موجوده البيوت هذه مفتوحه، وأهلها يرحبون بالزوار ولا لا؟ نعم صحيح، مفتوحة طول السنة وطول العام وطول الوقت. يعني في جدول منسق أن الصباح مثلا أصحاب المدارس، المساء أصحاب الضيوف الأحساء، وفي الليل مثلا ضيوف الشركات أو إلى ذلك. فمفتوحة، مو بس البيوت مفتوحة، لقلوبهم مفتوحة. مشكلة أهل الحسا يعني ما بيقلبونها تجارة، بيقلبونها كرم، لأنه يعني يجي الضيف. أحسنت. إذا تكلمنا على اللي يجون من خارج المملكة، في عدد يجون ناس من خارج المملكة يجون يزورون البيوت هذه ويزورون المعالم اللي موجودة في الحسا؟ إيه كثير، إحنا استقبلنا وفود كثير من خارج الحسا ومن داخل الحسا، وأيضا الأجانب اللي يشتغلون داخل المملكة العربية السعودية، يعني يحبون أنهم يطلعون على التراث، ولأن تراثنا لا قيمة فهم يتحبون الاطلاع عليه واستكشافه. يعني السفارات، أنا أعرف إن في سفارات كثير تجي تزور الحسا يعني، ولا لا؟ سفارات كثير ومراء كثير ووزراء كثير يجون يزورونها. تقريبا في الأشهر الماضية جاتنا وزيرة، لا يحضرني الاسم أي منطقة هي، ولكنها وزيرة جات إلى المتحف وشافتها وكانت بكل أريحية ومبسوطة من تراثنا. يعني ممكن إحنا نستهين بالفخار، نستهين بالحياكة، نستهين، بس لكنهم نظرتهم له بعيدة كل البعد، ويشوفونه شيء جمالي. وهذا طلبنا من هيئة السياحة والتراث الوطني أنهم يعني يدعمون البيوت هذه، يدعمون الصناعة، صناعة السياحة من خلال البيت أولا، وبعدين ترجع لمناطق كبيرة في نفس المنطقة. كان معنا بيكون وليد الحسين مدير عام هيئة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في الأحساء. كنا نبغى نسأل عن هالبيوت، كنا نبغى نسأل عن هالجانب بشكل كبير ونتوسع فيه، ولكن إن شاء الله معذور، يعني إن شاء الله الأمور طيبة. أخوي منسق الرحلات السياحية أخوي محمد الخضيري، شكرا لك، يعطيك العافية. ننتظر إن شاء الله إنجازات في مجال السياحة من خلالكم أنتم كشباب يا عمي. الله يعطيك ألف عافية، مشكور على الضيافة، ونتمنى أن بلدنا ينهض بالسياحة لأنه هو بالطبع أساس روح المملكة. بالطبع، شكرا لك أخوي محمد الخضيري. شكرا. عفوا، شكرا لك. في معلم بصراحة يفتح النفس، يعني دائما احنا نجيب اخبار تكون مي ايجابية على المعلمين، هذا المعلم بجد يفتح النفس. تناقل مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي صورة لمعلم ما منع مرضه من مواصلة التدريس لطلابه، هذا كان في محافظة الليث، اشادوا بتصرفه واخلاصه لرسالته العظيمة. مدير تعليم الليث مرعي البركاتي اوضح ان سفر بن خاتم المالكي المعلم بمدرسة المغيرة بن شعبة بحوبة قراض التابعة لمكتب التعليم في أضم تحامل على ظرفه الصحي، وما منع مرضه من الوقوف أمام طلابه وأداء رسالته التربوية السامية في تعليم أبناء الوطن بكل أمانة وأخلاص. تداول جمهور مواقع التواصل الاجتماعي مقطع صور أحد المتسوقين رصد فيها زيارة لمفاجأة لسمو حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وعدد من مرافقيه لمركز النخيل مول بالرياض، وأشاد الجمهور بزيارة سمو الشيخ محمد لأحد المقاهي بالمركز التجاري، كما زار عدد من معالم مدينة الرياض من بينها حي البجيري التراثي بالدرعية. تمكن رجال الدفاع المدني بمحافظة محايل عسير من السيطرة على حريق نشب في شاحنة محملة
بأكثر من 800 أنبوبة غاز بطريق محايل البحر أبو سكينة، حيث لم ينتج عن الحادث أي خسائر بشرية، وانحصرت الخسائر اللي كان بسبب احتراق واحدة من الإطارات في تلف الشاحنة ونجاة سائقها، وانفجار أكثر من 500 أسطوانة وعزل 300 أخرى عن مصدر اللهب. تحت إشراف هيئة السياحة والأثار بالمنطقة الغربية، يشارك أكثر من 200 فنان تشكيلي من جمعية الثقافة والفنون بجدة بمشاركة مجموعة من الشباب المتطوعين وجمع غفير من رواد كورنيش جدة في تلوين جدارية الوطن. تضمنت الجدارية اللي تعد الأكبر في العالم رسومات وطنية عبر فيها المشاركين عن تعاضد الشعب وتلاحمه مع قيادته الحكيمة، وكذلك رسومات تعبيرية عن النهضة العمرانية والتراثية في المملكة. في مقطع جميل ظهر فيه الأمير سلطان بن سلمان وهو في حديث باسم مع واحد من كبار السن في تنومة، يبشر فيه كبير السن هذا بتطوير السوق والمنطقة اللي متواجد فيها هذا الرجل المسن. الحوار كان جدا راقي بين الأمير وبين هذا الرجل المسن. شوفوا ونرجع. ما بدوا ليه كما يخيروا فيه بيجونا خصم بيجونا خصم الديان بيقبضهم لا لا الديان ما في ديان ان شاء الله كل مرض زين ابشر الله الله عليك رايحين ودك بشور والله لا ابي شور ها والله ابي شور البلد هذا وجاب الله وجابك انت وشايق تنومه كانت تسدد على الرياض صحيح وتسدد على القصيم وتسدد على بيشة نعم. وهذا أقدم بلد في الحياد في التواريخ وإذا الحين يا ولدي أنت ولدي إذا الحين أكيد والله يشرفني طايحة طايحة نعم. لو أني واحد أنا وياك أعلمك بعلوم ما أعلمك تسوي لو لي لا والله أبي وياك الحال ذا الحين صحيح. الدنيا بايتة وشو بهذا؟ معترف به. اي. اليمن اليمن أي. كان يقعد لنا خمس ايام. وحنا اليوم تكلمنا نبي نعيد تطوير السوق كله هذا. ما حد يوصيك يا ولد كل ما نوهلتر عليك. اي. شفت بلدنا وبرنا. وحنا الى جنبك كانت ابوك وعينات. الله يسرك بتشوف شيء يسرك ان شاء الله. الاستماع للناس فن لا يجيده الا الكبار. مشاهدينا أنتوا دايم عين الراس، راسلونا على وسائل التواصل اللي تظهر أمامكم على الشاشة. شكرا لكم على المتابعة، شكرا لكم أيضا على الانتقاد. نشوفكم على خير، إن كنا من الأحياء بكرة. مع السلامة.